جزر عمرانية في محيط العاصمة الاقتصادية تفتقد للمرافق وتجذب في المقابل الألاف من المقبلين على اقتناء المنازل. شهر جوج السنة الماضية عطاونا واحد الوعد أن غادي يكون واحد البناء ديال واحد إعدادية. المدرسة ما عدناش. ولجنة شققا اختار أصحابها كسر حاجز الصمت لكشف ما يقع وسط هذه المباني من تلاعبات في البناء حولت حياة أسرهم إلى متاهة. هادشي كلشي كامل ضايع ديال الماء تحت داري، دري صغير يمشي. هاد الحوايج ديال الطوارات كيرجع ليا الماء وداكشي كيولي ديك الدنيا عامره كتجف. واش هادي دار؟ ساكنة هذه الجزر العمرانية تطالب بفك العزلة امام الزحف المتواصل للإسمنت في غياب وسائل نقل تربط هذه المناطق بالمدن القريبة منها. هناك الشباب لم يلتحق بالجامعات نظرا لغياب المواصلات. خاصني 25 درهم ديال الترونسبور باش نمشي و25 باش نرجع انا وليداتي. راه خلصتي التريسه والموضه والمواصلات راه ما كاينش يعطيك مثال. تتمدد البيضاء سنوياً بنمو مدن صغيرة في ضواحيها، نماذج عمرانية جديدة تشكل جزراً من الإسمنت لم تعد تغري الراغبين في امتلاك عقار بالعاصمة الاقتصادية كما كان، بعدما اصطدمت المبيعات بركود تجاري استثنائي خلال فترات محددة من كل سنة. جل هذه الجزر العمرانية تعاني من غياب النقل والمرافق الضرورية. بداية إنجاز هذه الحلقة نرصدها من تراب منطقة الرحمة. الساكنة تعيش الجحيم يوميا بسبب مياه المجاري التي تتدفق داخل البيوت السكنية. التصدعات حاليا تصيب الجدران وبات يوميا على هؤلاء إفراغ مياه المجاري كما في هذه المشاهد. أنتم كما كتشاهدوا هذا داك مخلفات ديال الواد الحار، مخلفات ديال الواد الحار 20 خنشة. هذا الردم ديال تحت الموبل، تحت الموبل راه خاوي يمشي فيه دري صغير. هذا الردم حلينا 12 روكار اللي صوبناه من بعد شكايات، شي 4 شكايات ولا 5 ما بغاو يديروا معنا حتى شي حل. ها انتم شوفوا ديك المره راه طاح لينا دري صغير هنا. دابا هذا خويا راه كيعمر، هذا راه كيعمر. كنديروا ليه هذه العمليه، هذه كل نهار كنديروا هذه العمليه. ها انتم كنديروا بحال هكا. هذا انت دابا هذا كونتر بونت، هاد القادوس هذا ديال الشتا، هذا ديال الشتا، وهذا ديال الواد الحار فيه كونتر بونت. هذا فيه كونتر بونت كان عليهم يديروه هو لتحتاني، حيت جبنا معلمين قال لك هذا كان عليه يكون لتحت. ها هو تفرقع هذا، فرقع هذا، واش عمرك شتيها لي وعقل؟ قادوس فوق قادوس وهو صغير، هذا راه صغير، خاص يكون ديال 210 ماشي ديال. كنديروا بحال هكا هاد العمليه. ها انت خويا شوف هالعمليه كنديروا، ها كنبقاو نعمروه بحال هكا. ها انت تنعمروه باش نعمروه، تنديروا ليه بحال هكا. هذه العمليه كنقوموا بها، تنبقاو نخويه هنا كنعمروا السطل، كنعمروه بحال هكا، وتنعاودوا عاوتاني نفس العمليه. المهم اجيو تشوفوا مازال، خليو دابا هذا، خليو هذا الشيء، تفضلوا عنده. ها انت هذا الشيء كيفيض، حيت انا ملي كيفيض كيفيض مع هادو كيفيضوا. ها انت يعني حنا ما بقينا خدامين ما والو. ها انت هذيك الدار راه تحرقات، دابا نوريكم راه طلع عليها الماء وتحرقات، تحرق كلشي اللي فيها. اجيو تشوفوا مازال شي السكن الاقتصادي كيدير. ندمنا تشرينا في السكن الاقتصادي، لحنا في هاد الجزر هادو هنا، جزر الخنز. ها انت شوف اخويا فين طالع الماء، ها عندك اخويا عفط بشويه. ها انت شتي، ها انت كلشي مسيوس. هذه هي فاضت، ها انت دخل. تبارك الله السكن، شو الصح والعمل، شو ها انت دخلنا عليك بالله. ها انت دابا هذا طلع عليه الماء، واصلا هو فيه المسوس. لا هو فيه المسوس وطلع عليه الماء. هاد الدار تحرقات، هذه انا غنديكم تشوفوا هاد الدار تحرقات. ها شوف شو السكن الاقتصادي. إذا استأذن بيوت الساكنة من أجل رصد مشاهد داخلها كهاته، فمياه المجاري وهذه التصدعات لم تستأذن في المقابل ساكنتها. صاحبة هذا المسكن تعيش الجحيم يوميا مع تدفق مياه الصرف الصحي. هذه الأخيرة باتت تفضل سكنا صفيحيا عوض نظير اقتصادي بإشكاليات كهاته.
الطواليط، كنت كنعوم بناتي هنا وفاضت عليا الطواليط كاكا. بالنسبه لي انا هذه دابا واحد الشهر ياك، هذا الشيء كلشي كان ضايع ديال الماء، يلا صلحناه. فاضت عليا حاجه كاكا ديال الطواليط، وانا تندوش لبناتي، هذا الشيء واش يعقل؟ واش هذه دار؟ راه براك انا احسن ليا من هذا الشيء، والله العلي العظيم ما كنقولها. وكون لقيت دابا كون عطاني شي واحد الثمن نبيعها، ولكن مع كوفيد وداك الشيء طاح الثمن، شكون اللي غيشريها وهي فيها الفايضه؟ شكون اللي غيشريها؟ حنا كنا فرحانين باش نشريو دويره ونرتاحوا مع وليداتنا، ولكن ملي جينا ما لقينا الخراب. اجي خويا تشوف هنايا، هنا راه دري صغير يمشي هنا تحت الدار، تحت داري دري صغير يمشي. ودائما حنا كنهزوا الزبل حاشاك، هذا الشيء ديال الطواليط واش ممكن؟ واش ممكن شي مرا ياك دير هذا الشيء تخوي القوادس؟ هذا الشيء كنديرو انا، هذا الشيء كنديرو انا وراجلي. هذا الشيء راه تيكون عامر حتى لهنا. يلاه لقيتو المعلميه جاو خواو، واش هذا الشيء براكه كيمشي براكه داير هكا؟ بالنسبه لي هاد الجزيره ديال الخلز هذه راه زباله. شوفي سيدي الدار عندي كبيره، شوف عمرك شتي شي براكه بحال هكا؟ انا عندي براكه احسن ليا من البرطما ديالي. هانت شوف سيدي، ها شوف هاد شو الدار الاخرى صيبناها، ولكن ما باقي ما كملناش. وملي كنهضروا مع شي مسؤول تيتخزن علينا، النهار اللي كان باغي ياخذ الفلوس وداك الشيء مرحبا لا لا مرحبا. ومن النهار اللي قلنا ليه خويا حنا مقهورين ولادنا في الخنز، انا ضروني عينيا، انا اضطريت باش ندير نضادر على قبل هاد الشيء. هانت سيدي خنز، يلا صايبنا هادشي. هي الدار الاخرى باقا فايضه، ها هي الاخرى ديال المراه، ها هي. شوف شوف خراب، رصدنا أيضا من يعيش في حذر مستمر داخل هذه الشقق السكنية مخافة تضرر الأفرشة والأغراض المنزلية الخاصة به، في حال تسجيل انحباس في المجاري وغمر المياه بقية المنزل كما حدث مع بعض من الساكنة، حتى أن بعضهم ممنوع من السفر لأسباب توضحها صاحبة هذا المسكن. المشكل ديالي بغيت نسافر وداك الشيء ما عنديش، ما قدرش نسافر، خفت الحوايج ديالي الطوارات كيرجع لي الماء وداك الشيء كيولي الدنيا عامره كنجف. داكشي من الماس لقيت ما ندير جمعت حوايجي، خفت حتى هادشي كلشي يلاه مدخله، وداكشي خديت كرفص ليا الماء كيدخل عليا الطواليط كيرجع ليا من الحمام، كيولي جاي تيعمروا ليا البيوت وكلشي. ملي كيعمروا ليا البيوت وداكشي كنجف كنكون عا بوحدي في الدار، ما كيكون حتى شي واحد معايا. الاخر ديالي دقيت على جاري قلت له شوف انا هادشي مكرفص ليا وهادشي ما بغيتش ندير، ما بغيت ندير حتى شي حاجه، هذا هو المشكل ديالي. انا دابا حوايجي كلشي جا معاهم، انا مكرفصه وداكشي دخل ليا الماء ما لقيت حتى مشكل معاه، صافرت وداكشي خفت نتكرفص بزاف. المهم دابا هادي عامين تقريبا باش كانت واحد ستاسيون ديال تريتمون ديال لي زو يزيو هنايا ديال لو بلوفيال تحيدات، بداو كيبانوا المشاكل. دونك المشاكل اللي كاينه هما ديال الحاويات اللي كتشوفوا كي غنشوفوا دابا في الروبورتاج كلهم عمرو وصلوا حتى للحد. كانوا خرجوا شي مشاكل هنايا ديال 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 الواد الحار، جاوا الناس ديال لاليديك برونشاو مع ديال لو بلوفيال ديال الشتا، ولاو كيف كتشوفوا المشاكل القوادس كاملين اللي حلينا هنايا كلهم فيهم مشاكل، كلهم عامرين حتى الحد. هذا الشيء كله رجع للاقامات ولا ديور السفليين كلهم تقريبا كلهم كيخرج عندهم هذاك الشيء الواد الحار، هادشي كامل ديال 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 هادشي اللي نورمالمون خاصو يمشي في القوادز كيرجع للديور، وبدا كيشكل حتى خطر. حتى مثلا نشوفوا هنايا حدا المدرسه الارض بدات كتهوى، هذاك الماء كامل اللي كاين خاصو نورمالمون يمشي ويمشي لبلاصه اخرين بدا كيهود وكيهود كتهود الارض. كاين عندنا مشكل كبير اللي هو ديال الصرف الصحي، يعني الواد الحار ما كاينش داكشي فين كيمشي، يعني انه كلشي كيبقى تحت العمارات،
والناس كيعانيوا بزاف دابا حاليا، لانه ملي تيحلوا داك لي روكار اللي كاينين، يعني انه يقدر شي دري صغير يقدر يوقع ما وقع لهذا المشكل ديال الدريان اللي ناضت عليه. حنا ما بغيناش نوصل لديك المستوى، حنا بغينا كلشي يتحرك باش يجيو يشوفوا هذا الشيء ويعينوا، ودوك الناس اللي معنيين بالامر يجيو يحلوا لنا هذا المشكل. زحف الاسمنت اذا المتواصل يراكم اشكاليات تقود مجرى الساكنه. هذه المشاكل توحد معاناه عدد من هذه الجزر العمرانيه من غياب التشجير والمستشفيات وفضاءات حيويه ضمن اولويات الساكنه. حسب مصطفى الهاني، فعدم توفير فضاءات ترفيهيه يدفع الساكنه الى الرحيل. يرصد لنا هذا الاخير فيما يلي اسباب غياب المرافق عن بعض المشاريع الجديده. ايوا شوف دابا كيبان لك غير الحيوط، ها الحيوط مع الاسف كيبان لك الصنادق، فينا هما الملاعب، فينا هما هذيك الحدائق، فينا هما المدارس، فينا هما كيبان لك الصنادق، يعني فين الاشجار؟ خصنا نعطيو القيمه للاشجار، كون الديور حدا الشجر، حدا الحدائق، حدا الملاعب القرب، حدا الليصال، حدا الحمام، هاد المرافق الا يعيش فيها بنادم، واش كيجي يسد عليه ويولي في حبس كبير؟ راه جاي باغي يعيش، لا بغي يعيش خصك دير لي مرافق قريبه، دير لي مارشي، دير لي مسجد، دير لي دار الثقافه، دير لي مستوصف في الدواء، دير لي بزاف ديال المرافق التحتيه ديال البنيه التحتيه. مستقبلا كنتمنى من السلطات المراقبه ومن رؤساء الجامعات يزيروا مع دوك الناس، يشترطوا عليهم في البدايه قبل ما يبدا يبني صوب بعد المرافق اللي يعطي للناس، باش اللي بغى يجي بنادم يشري، الانسان بغى يجي يشري يلقى يبان لي المسجد، يبان لي دار الشباب، يبان لي قاعه القرب، يبانوا ليه عادي يشري، وتكون ما يعطيش ريسيبسيون بروفيزوار، كيعطي ريسيبسيون بروفيزوار كيمشي يهز الباليزه وكيمشي، خصو يتاكد يمشي للمحافظ رئيس الجامعه يقلب يشوف هذوك الموقع اللي يعطي ديال المسجد وديال القاعه ديال الرياضه وديال المستشفى، وتكون يعني تكون خاليه من الرهون، تكون واحد ديتي راس معقاري اللي يكون خالي، واش عاطيك راس معقاري وغارق بالديور؟ ما بحال ما عطاكش، حيت دخلتوا الجماعه والقانون كان متساهل مع المقاولين باش يقضيوا على هذا لابيتا انصاليب، هذا السكن غير القانون، ولكن هي عطاتنا مشاكل، عطاتنا الناس ولاو كيجيو للبلايص اللي ما فيهم لا مرافق لا ترونسبور. الأرضية الرملية بعدد من الأحياء وضعف الإنارة والفضاءات الخضراء وكذا تسجيل حوادث سرقة في مناطق متفرقة داخل هذه الامتدادات، بالإضافة إلى انتشار النقل السري وضعف تغطية شبكة المواصلات، جلها عوامل حسب الساكنة تحول حياتهم هنا إلى متاهة. الساكنة وجدت نفسها في أرض فلاحية خالية معزولة تماما عن العاصمة الاقتصادية. بصراحة ما جينا هنا ندمنا اللي جينا، بصراحة ندمنا اللي شرينا في هذا البق في هذه السعادة الهرويين. علاش ندمنا؟ جبنا هاد الوليدات ما عندهم لا مدرسة فين يقراو، ما عندهم لا السبيطار فين غادي يمشيو يعني يتشرفوا، ما كاينش الجامع فين غادي يتعلم فين يصلي، ما كاينش الملاعب القرب اللي فين غادي الوقت ديال الفراغ يمشي يدوزوا فيه. بصراحة هاد الوليدات ظلمناهم، انا بظلمناهم، جبناهم من هاد الجزيره هذه، انا كنسميها جزيره، راه ماشي شي بالجزيره، راه جزيره بمعنى الكلمه، معناها مقطوع عليها جميع الاشياء اللي كتلزم الحياه. بصراحه انا هادشي راه ماشي كنقولهم قلبنا، وهاد الوليدات الله يسمحوا لنا، كنطلبوا منهم يسمحوا لنا، جبناهم من هاد البلايص هادو، بصراحه يسمحوا لنا بزاف، وحنا كنشوف انا يعني هذا الشيء احتم هذا المكان اللي غادي تشوفوا باش يساعدنا، في مكان عامر بالوسخ، يعني مكان عامر بالوسخ، يعني بهذاك الشيء ديال واد الحار، ذاك الشيء ديال هذا حطوا النق امامنا هنايا، يعني هذا هو الحصار، محصورين بيننا وبين بين بين واحد المجال حضاري، بيننا بينهم تقريبا 10 كيلومتر، اش جا ما يوصلك؟ ما كاينش الطوبيس، الطوبيس هما جابوا حطوه دابا هنايا، واش شتي؟ هذا هو العيب، الطوبيس جابوا حطوه هنايا، حطوه عند 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 سميتو الحلحل، وما دخلوناش الطوبيس هنا، علاش؟ حنا مازال ما بالنسبة للمرافق العمومية الدراري يلعبوا التيرانات ديال القرب ديال الدراري الصغار ما كايناش. واش من حقناش ترونسبور؟ ومن حقنا كلشي ولكن فينا هو، علاش شدوا ليه؟ علاش؟ واش حنا ماشي مواطنين؟ لا واش حنا ما متوفراش فينا الشهور ديال المواطنة؟
واش ملي كيولي دري صغير ما كيلقاش حتى المنفس ما كيتنفس. والله الا حرام، والله الا حرام بالله حرام. دابا راضي انا 5 سنين دابا انا وليدات كبرونا، اش غايديروا؟ غايلمونا حنا؟ هذه 5 سنين تقريبا بس كنا في هذه المنطقه هذه، وتلقينا بزاف ديال الوعود لحد الساعه تقريبا شي 3 ديال المجالس ديال البلد ديال الجامعه القرويه اللي مروا حاليا، وعطاونا وعود كثيره بزاف بالبناء المرافق، بناء يعني جميع ما يستوجب المجتمع، المدرسه يعني اعداديات، مسجد، مرافق مثل الحمام الى اخره. يعني هذه كانت كلها وعود اللي كان مشات تحت الطاوله، هذه وعود اللي كانت يعطيوها الناس يعني غنديروا لكم غنفعلوا لكم، ولكن في اخر المطاف هادشي كامل كيمروا ما بين المسؤولين، ما بين المسؤولين لحد الساعه ما عرفناش بالضبط يعني المسؤول الاول والمسؤول الثاني على هذا المواطن. هذا المواطن اخر وعد اللي عطاونا قبل الانتخابات ديال 2021 عطاونا واحد الوعد ان غادي يكون واحد البناء ديال واحد يعني اعداديه يعني للدراسه بالنسبه للاولاد ديالنا، وفرحت الناس بزاف، كان واحد الفرح كبير بزاف. هذا شهر جوج السنه الماضيه، وجاء رئيس الجامعه فعلا خد له واحد التصريح على اساس انها تكون اعداديه يعني في هذا المكان، وحدود يعني سنه كامله تكون واجده. لذا فوجئنا بالوضع الحالي الكارثي ان هذا المكان اللي كان غتبنى فيه الاعداديه اصبح يعني مكان يعني لا شيء يوجد به. في الاول كانوا جابوا يعني جميع الوسائل باش يبنوا الاعداديه. نهار جينا النهار الاول هنايا دفعنا في السعاده، قالوا لينا كاينين جميع المرافق، كاين المدرسه، كاين الجامع، كاين الحمام، كاين ترونسبور. ملي خلصنا وادينا الواجب جينا نسكنوا على الارض الواقع ما لقينا حتى شي حاجه، لا حمام. دابا انا بغيت نمشي للحمام خاصني 25 درهم ديال الترونسبور باش نمشي، و25 باش نرجع انا ووليداتي. المدرسه ما عدناش، سكتونا بالترونسبور ديال الجماعه كحل بديل. هذا قال لينا نديروا لكم حاليا الترونسبور باش تمشيو وتجيو وليداتكم، على ما نبني لكم المدرسه. ها هي المدرسه بداوها، الله داروا لها الحويطات وهربوا خلاونا، ما داروا لينا حتى شي حاجه. الجامع ما عدناش، المدرسه ما كايناش. حنا دابا تنعانيو تنطلبوا من السلطات واللي مكلفين بهذا الشيء يقوموا بالواجب ويديروا لينا شي حل. حنا راه ضرينا بزاف. انا دابا حاليا بنتي باقي لها عام وغتطلع الاعدادي، تنفكر اني نديها عند الوالده باش تقرا. ما نقدرش انا نصيفط بنتي من هنا حتى للمشروع كاين المدرسه حدانا غير الخلا، تنخاف عليها تمشي في الصباح تجي في الليل في الظلام مع السته. انا خايفه على بنتي، انا تنطلب من الناس والمسؤولين اللي تيشوفنا يدير لينا شي حل ويعاونونا ويديروا لينا المرافق، حنا مضرورين بزاف. عندنا الترونسبور طاكسيات ينزلوا حدهم لتحت، اللي ساكنين الفوق لاقين مشكله باش يهبطوا للترونسبور، وملي تنجيو تيحطونا لتحت نضربوا مسافه طويله باش نوصلوا لديورنا. حنا من الساكنه ديال السعاده، حنا رحنا مشجونين بالحبس. شوف مرافق لا لا, لا مرافق لا حمام لا فين يلعبوا الدراري لا طوبيس لا حتى حاجه ما عندنا في السعاده، حنا مشجونين بالحبس. ديال الغفران ديال الهراويين ما عندناش ترونسبور، الناس جاو غير من ورانا وداروا لهم الترونسبور، يعني هضر الحال حاله هضروا البساتين داروا لهم الطوبيس، وحنايا ما بيناتهمش بزاف الطوبيس ما غايطلعش لينا، وعندهم ميزانيه باش يبنوا بارطمان تلهيها، والمدارس حنا ما كاينينش، وما عندناش مرافق فين يلعبوا الدراري الصغار، يعني الجرادي ما كاينينش. السعاده مهمشه ما وصلت حتى شي حاجه، من غير المدارس والحمامات والجوامع كي هضرت السيده ما كاينينش. حنا كنهضروا دابا بغينا غير فين يلعبوا لينا وليداتنا وفين يقراو، وبغينا دوريه تولي تطلع عندنا. صافي هادشي اللي كنطالبوا بهم. وترونسبور ما عندناش حيت عندنا الطاكسيات غاليين علينا بزاف علينا باش نركبوا في الطاكسيات، بغينا الطوبيس يطلع لينا كيطلع الحال حاله وطلع البساتين يطلع لينا حنا السعاده. بالنسبه للرياضه هنا الناس ضايعين، كاينين رياضيين كاينين دراري ابطال،
صغار وكبار. بالنسبه لي انا بنتي عندها 5 سنين كنتنقل حتى للحي المحمدي باش ترياني. البارح كانت عندها شامبيون البارح، كي غدير باش تنقل من هنا انت والعائله ديالك باش يمشيو يتفرجوا؟ خصك طاكسي كورسا، شحال يحسب لك الطاكسي؟ ما كاينش لا طوبيس لا حتى حاجه لا قاعات لا والو. انا استاذ في الرياضه، ما كراش انا يديروا قاعه هنايا انا نطوع نتريني بهاد الدراري هادي، ما عنديش مشكل، ما عندنا حتى حاجه في هاد الساعات. بالنسبه للجمعه الناس كتسافر باش تصلي صلاه الجمعه اول حاجه، ما عندناش مساجد اللي خصهم يطرقوا ليها. بالنسبه للقاعات الرياضيه ما كايناش، حمامات ما كايناش، سوق ما كاينش، يعني حتى حاجه ما عندنا هنايا. ما اش نقول لك، انسان دابا كيخلص 33 ولا 36 الف ريال، لا جاي يزيد عليها المصاريف ديال الترونسبور باش يمشي يتقدى ولا يمشي للحمام ولا يمشي للجامع في طاكسي، راه بزاف راه بزاف، راه لا خلصتي تريسه والموضه والمواصلات راه ما كاينش يطلق ما تاكل. بالنسبه للدراري الصغار كيمشيو على رجليهم، كاين واحد الفئه كتمشي في ترونسبور، فئه من 15 عام والفوق راه كتمشي على رجليها، بنات وولاد، كاين اللي كيتكريسه في الطريق، كاين اللي راه بزاف، مضرورين بصراحه. انا شاري البقعة هنا تقريبا واحد 5 سنين هذه، وكيتفاجئوا كيجوا الناس اللي بناو ولاو في مشكل، اللي ما بناوش في مشكل. دابا الناس اللي بناو ولاو مشكل مع الابناء ديالهم، لا ترونسبور ولا الانسان ما عادش يودي ولاد المدرسه، ما حيتو شنو غيدير، خدام يجلس. دابا المشكل ديال الناس عندهم البقعة ديالهم، وكاين الناس اللي باغيين يبنوا دابا عندهم مشكل ديال ترونسبور ديال المرافق العموميه ما كايناش. والنهار اللي تحطينا النهار الاول في عين المكان في باش الناس ياخذوا البقعة ديالهم، كنتفاجئوا باللو كيقول لك المرافق العموميه غدير هي الاولى، 5 سنين هذه ما كاين حتى شي حاجه. ودابا الطريق مقطعه ما كاين حتى شي حاجه، ما كتستافد من والو، بينما الدراري اللي عندك دراري ما تيقراوش، ما كتستافدش من شي دراسه ولا من شي حاجه، ما كاينش الطبيب السبيطار هو الاخر، الا بغات تولد مراه كتلقى مشكل. فاش غتمشي هاد المراه بالليل ولا بالنهار كاع فاش غتمشي؟ ما كاينش ترونسبور، ما كاينش طوبيس، ما كاينش المرافق العموميه ما كايناش، دري صغار لاقين مشكل. دري صغار ما بقاوش كي المرافق العموميه باش غادي الدراري يلعبوا شويه، ما كاينش المرافق العموميه. راه بان ود الناس راه ضروا بزاف، الا ساكنه السعاده ولا مولين البقع، انه كيلقاو صعوبات. الدراري دابا اللي يبغي يمشيو للقسم ديالهم ولا الدري خاصك ديو وتجيبو، الدريه ما تقدرش تمشي للمدرسه كاع بالكل. كنا كنهضروا على الناس في الباديه ولا كنهضروا عليهم في وسط المدينه وكنلقاو هاد المشكلات. بزاف تنعانيو بزاف من هادشي. كاين اللي ولاد الدريه دابا ما كيقدرش يمشيو للمدرسه كاع، خاصك ديو تجيبها مع 8 مع 12 تجيبها مع 8 العشيه. مشكل الطريق ما كاينش، ما كاينش طريق ما كايناش. الدري يمشي على رجليه، الدري تجي على رجليها، راه ما تقدرش تصيف الدريه. الدري اللي عندها 14 عام 15 عام ما تصيفطاش. الناس بزاف كيمشيو لهم حوايجهم تيمشيو ليهم. بالنسبه لهذا الباس هذا كاين هنا فوق ديال الشتاء كيكون فيه الواد الحار الماء الحلو، وتفاجئنا تتحط المدرسه كتبنى وكيقول لك الغيب ده السبيطار كيتبنى، والشطر الرابع ديال السعاده كمل في البني، والمرافق العموميه ما كايناش. بالنسبه لشنا الحديد تحط شنا كاع الحاجه اللي كتعلق بمواد البناء وتحطات في تقريبا ما كاينش 20 يوم تهزات، مستحيل هادشي، راه مستحيل هادشي. الناس باقا كتعيش واحد العيشه اللي باقا خاصها شحال 30 عام اخرى 20 عام اخرى، في 2022 باقا كنشوفوا هادشي، راه بزاف كنكتشفوا هادشي، راه بزاف كنكتشفوا. الناس دابا ولات الناس بنات وما سكناتش، الناس اللي عندهم البقع ما سكنوش، ومالين السعاده ما بقاوش قادروا يسكنوا. حملنا استفسارة الساكنة إلى رئيس جماعة الهراويين من أجل نقل معاناة الساكنة المتواصلة مع النقل وغياب المرافق الضرورية في هذه التجزئة السكنية بالهراويين على منوال باقي الجزر العمرانية بالعاصمة الاقتصادية. يفسر لنا فيما يلي هذا الأخير كيف تتصدى الجماعة الترابية لافتقاد بعض المنشآت العمرانية التابعة لها إلى المرافق والبنية التحتية. البروموتور لما ولف بجي زمي ما نعطوش لا ريسيبسيون، انا كنهضر على المجلس الاحالي. اي بروموتور في كيت شارج عنده شي حاجه خصو يديرها وقرب لا ريسيبسيون، راه ما نسيوش لي لا ريسيبسيون، ما كانش وفاش بالوعود ديالو تمام، اللي غنتسماو حنا شاركنا معاه في هاد الجريمه الا كان ممكن نلقاو بها انها جريمه. يعني خاصه الجماعه، اي جماعه في اي بلاصه في المغرب
البروموتور مزيان تشجع الاستثمار ولكن خصو يوفي بالوعود ديالو، لان دوك الناس هما كيبيعوا كيمشيو فحالهم ولكن الساكنه اللي كتجي عندنا كتبقى واحله في الجامعه. يعني خصك توفر لهم الشيء الكبير، خصك توفر لهم النقل المدرسي، توفر لهم المدرسات، توفر لهم الصحه، توفر لهم بزاف د الحوايج. خص هاد المستثمرين يتعاونوا معنا حتى هما على الاقل داكشي اللي عندهم في كيات شارج يحاولوا يطبقوه قبل ما ياخذوا لا ريسيبسيون، باش هاد المواطنين هادو يلقاو الراحه ديالهم في هاد السكن اللي شراو نهار الاول. حنا كنشاطروهم هاد المعاناه اللي كيعانيوها، وهاد كنظن هذا مشكل في المغرب كله ماشي هنايا. بزاف المشاريع اللي دارت كتكون خارجه على الدار البيضاء ولا خارجه على المدن، كتكون خارجه على السنتر، كيكون فيها المشاكل، ولكن بشويه بشويه راه كتقاد الامور. كيف ما كتعلموا بان هذا المشروع ديال السعدات اوتوريزا في 2014، ومع الاسف ما كانوش فيه شي مرافق اللي غتجي الساكنه وتلقاهم، ولكن هاد الشركه ديال السعدات تدركات الغلط اللي ما داروش، اللي ما دوك المصالح اللي ما داروش داروهم في الدوزيام بارتي اللي هو مسجد ومش شفا ومدارس وحمام، يعني مرافق صحيه واداريه وملاعب القرب الى اخره. صراحه هاد السكان اللي كاينين دابا ديال الفضاءات السعاده، الناس اللي كاينين تما في الطرونش الاول لاقين هاد المشاكل هادو، وكيجيو عندنا يوميا الطلبات ديالهم، ما عندهمش الحمام، ما عندهمش الجامع، ما عندهمش المدارس. الشركه عطات واحد الارض باش تبنى عليها مسجد وتبنى عليها مدرسه. بالفعل راه المدرسه راه دابا في طور الانجاز، والمسجد راه عن قريب ان شاء الله غيتم الانجاز ديالو بوزاره الاوقاف. حنا كجامعه راه وفرنا لهم داكشي نقدر نوفروا لهم، يعني كنقل مدرسي للوليدات ديالهم، يعني مجوف واحد لابارتي بعيده شويه على السونتر ديال لافيل. النظافه، الاليات النظافه يوميه شبه يوميه عندهم، يعني هذا المشكل ما كاينش. الكهرباء الحمد لله في الشوارع وداك الشيء راه ما عندهمش هذا المشكل. كيبقى المشكل اللي عندهم كبير وهو ديال التمدرس، المدرسات الوليدات بعيده عليهم، والمرافق الصحيه ما كايناش. التمدرس حنا تركنا هذا المشكل هذا، كنصيفطوا الترونسبور سكولير كل صباح كيهز الوليدات ديالهم. المرافق راه درناها في الدوزيام ترونش اللي تقدمت به الشركه باش يديروا موديفيكاسيون بلون، وانا اللي كنت سينيتهم انا ذاك في 2021. وراه كاينين مصالح، كاين مدرسات عموميه كبار، كاين مستشفى ديال الحي، كاين مسجد، كاين دور الحضانه، كاين مدارس، كاين ملاعب. دونك هذا المشكل ما غيكونش ان شاء الله في المستقبل. دابا راه البروجي راه في طور الانجاز، يعني باقي عندهم واحد السنه كاع على بعد التقدير باش يليفريو لهم هذا المشروع هذا، وغيكونوا حتى المصالح. وراه ما غيتسيناش لهم يعني لا ريسيبسيون، ما داروش هذه المشاريع هذا. كاين حاجه اخرى ديال كتعني من السكنه الساكنه تما، وهو ديال الحافلات. درنا العام اللي فات واحد لا دوموند لهاد الشركه اللي مكلفه بالحافلات، ووعدونا باش يعطونا جوج خطوط، منهم واحد الخط غيمشي حتى للسعاده. دابا جابوا واحد الخط مؤخرا ولكن قربوه للسعاده، ما داوش عندهم، ولكن قريب لهم. قالت لهم بينهم واحد 400 متر ولا 300 متر بليز او موان 500 متر اللي بقات لهم باش يوصل داك الخط لعندهم. يعني المشكل غادي يتحل عام قريب باش يزاد واحد الخط باش يمشي حتى لعندهم، ولما لا يكون هذا الخط ميت اللي كاين دابا يزيد لقدام باش الساكنه ما يبقاش عندها هذا المشكل، حيت كاينه الطاكسيات دابا. المهم حنا كجماعه اللي كنقدروا نديروه راه كنديروه، ما باخليش لهم المجهود ديالنا كمجلس. والناس ديال السكر استقبلتهم في المكتب ديالنا شحال من خطره، والوعود اللي وعدناهم بها راه حنا كان قدر المستطاع راه حنا كنفكوا فيها معاهم. يعني يصبروا شويه راه غيكون الخير ان شاء الله. فيما يخص خلق فرص شغل بمنطقة، استفسرنا رئيس الجماعة بشأن انتظارات الساكنة بهذا الخصوص، وهل من حلول تشتغل عليها جماعة الهرويين لفائدتهم. هادشي وكاين مخطط يعني دي زون اندستريال. عندنا زون لوجيستيك راه هي على الابواب، زون اندستريال راه تا كتبنا دابا،
يعني انا كنشاطرك هاد السؤال هذا لانه هو سؤال وجيه، وكنقول لك بان راه لا جماعه ولا سلطات اقليميه اللي كيتراس السيد العامل صاحب جلاله الله ينصره خايرين بعين الاعتبار لهاد الناس اللي جاوا واللي غيعاود مازال يجيو، لان كما كتعرف الهروين تحلت للتعمير وبها اراضي شاسعه للتعمير، ولكن خاص مشاريع بحال هادو. ولكن كنقول لكم ان هناك مشاريع عده سواء بالجماعه او على الصعيد الاقليم جماعات اخرى، ويوميا هناك تدشينات وهناك يعني وضع حجر اساس لبناء يعني دور شباب، ملاعب قرب، شق الطرقات، يعني هذا الشيء راه يعني يوميا عندنا الحمد لله في اقليم مديونه. وكنقول لك بان الامور غتكون مزيانه ان شاء الله في القدام. من الهرويين إلى منطقة أهل الغلام، أكبر تجمع للنفايات الهامدة في تراب العاصمة الاقتصادية. هنا الساكنة تضطر لقطع كيلومترات للوصول إلى مسجد في الساعة الأولى من صباح كل يوم أمام الانتشار الكبير للكلاب الضالة. بعض من هؤلاء استفادوا من سكن إثر ترحيلهم في إطار إعادة إيواء ساكنة دور الصفيح، لكن البديل حسب شريحة واسعة منهم لا يوفر بالأحرى مرافقا ضرورية للعيش. سبع سنوات ويعني باقي ما بانش لينا شي يعني شي حوايج اللي مهمه. مثلا كالمسجد، مثلا حنا كنعانيو بزاف من المسجد، ودابا حنا مقبلين دابا على شهر رمضان المبارك، والناس يعني كتنوض تقريبا بواحد الوقت يعني مبكر الفجار، وكتضرب واحد يعني واحد المسافه وسط ديور عشوائيه وسكيله بالضاله، يعني احنا مكرفسين بزاف. وهذا يعني واحد المطلب اللي اهم حاجه اللي خصنا اصلا احنا ما خصناش نطالبوا به، خص يكون، لانه اهم حاجه راه يعني المسجد راه هو كل شيء، راه هو باش غنطلبوا الشهوه، هو باش غنطلبوا النعمه، هو باش اي حاجه، الا ما كانش هو راه ما كاين حتى حاجه. هذه اهم حاجه صراحه خصها تكون. ثاني حاجه المرافق، يعني محرومين بعض المرافق يعني اللي مهمه، مثلا كاين اعداديات مثلا ما كاينينش هنايا، حنا محرومين منهم يعني لحد الان. يعني كان وسط مدينه الدار البيضاء يعني كنحاولوا اننا نستعنوا بحافلات متنقله ديال المبادره، يعني حشومه يعني وسط مدينه الدار البيضاء سمعت شي، يعني ماشي في البوادي، يعني في البوادي وكان يعني كنلقاو مدارس. يعني خصنا يعني من اهم الحوايج اللي خصنا نشوفوها يعني التمدروس والمساجد ويعني الطرقان، يعني الطريق خاصنا ضروري خاص فك العزله، يعني خاص الطريق ضروري تكون عندنا واحد الطريقه رئيسيه ولا طرقان، يعني يحاولوا يفكوا العزله على منطقه البركه، لان هذه المنطقه هذه يعني جات محصوره هنا وسط سوق المتلاشيات، يعني جات هي خطيره كتشكل خطر صراحه على جميع السكان، يعني اللي كيتجهوا للمساجد ولا كيتجهوا للعمل ديالهم. يعني جات هذه المنطقه، جات هنا بحال شي غابه، يعني بحال شي جزيره، يعني هنا مسدوده على جنب لوطوروت، هذه البلاصه مسدوده على لافيرا، يعني كيف كتشوفوا راه حنا كنعانيو يعني واحد المده ديال ما يزيد على سبع سنوات، يعني تقريبا العامل الاول اللي مشى والعامل الثاني يعني والمنتخبين، يعني المنتخب الثالث دابا تقريبا اللي كنشوفوا الولايه الثالثه، وحنا باقيين يعني ما بانش لينا شي التفاته لهذه المنطقه. وحنا كنطلبوا من المسؤولين انهم الله يجازيهم بخير يحاولوا يعني بطريقه زوينه، وحنا راه الحمد لله راه كاينين الناس هنا يعني عندهم جمعيات راه كيتواصلوا، وحنا بغينا يعني بغينا تكون واحد طريقة ديال الحوار مباشر يعني مع المسؤولين، وتكون حلول يعني بلا من دون مشاكل والاحتجاجات ولا شي حاجة. هاد الناس هنا عانات بزاف صراحة، عانات بزاف وقاسات، منها مستوصف، منها ثانوية، منها سميتو كيف ما أشار الأخ كمال الطوسي، بالنسبة يعني كانت اشياء وكانت عندنا زوينه، ولكن جينا هذه المنطقه كنا كنأملوا ان تكون اشياء احسن وتكون واحد الصوره اجمل من اللي كنا فيها في السكويله. ورغم ذلك الحمد لله كنقولوا راه كاين تحسن، كاين تقدم، ولكن ملي كتجي تشوف منطقه كهذه المنطقه وناس يعني بواحد السكينه كبيره،
محرومه من المسجد اللي هي ابسط الحقوق اللي خصها تكون عند اي ساكنه. هذا ماشي مطلب، خصو يكون موجود، ماشي حتى النوضو حنا نطالبوا به، لان عيب. شوف الشيوخ يخرج مع الصباح غادي وسط الكلاب الضاله، غادي للمسجد الشغيس، يعني ما نعرفوا شنو غادي يتعرض ليه. حنا عارفين الافات كتوقع، حنا المطلب ديالنا بسيط. المسجد تقريبا راه في البوهله، يعني وسط سميتو شحال تقريبا، شي 3 و4 تقريبا ديال الكيلومترات. يعني هذا كيشكل خطر على السكينه، يعني كيشكل خطر على السكينه. حنا كان المطلب ديالنا بسيط، ان هاد الناس واحد الالتفاته اللي هي يعني مهمه، ان يكون واحد المسجد او لو واحد المكان يعني باش الناس نصلوا، باش نصلوا فيه كاملين مجموعين. وهذا راه من كحنا كدوله مسلمه راه واجب خص يكون عندنا. والحمد لله كنشكروا السي سعيد الطوسي اللي كيقوم بواحد المجهودات جباره في هذه المنطقه مع مجموعه ديال الاخوه اللي كيساعدوه. وحنا كنقولوا ديما المستقبل زوين، كنطلبوا من الله سبحانه وتعالى تكون واحد الصوره اجمل لهذه المنطقه، وكان يعني الصوره اجمل خاص التعاون، والتعاون ما غاديش يجي منا حنا بوحدنا، حنا مادين اليد ديالنا، كنتعاونوا مع الناس، كنساعدوا، كنوقفوا، كنديروا، خاص الدوله حتى هي تقدم لينا واحد الامور اللي حنا في حاجه ليها. السبيطار هنا لو وقعت شي حاله والله العظيم ما كاينش مستوصف هنا، ما كاينش اسعاف. كضطر بنادم كيقلب على طاكسي في الليل ولا قلب على خطاف ولا دق على شي واحد جارو في الدار. نرصد أيضا معاناة الساكنة في ظل غياب سيارات الإسعاف للتنقل إلى المستشفيات خلال الحالات المرضية التي تستلزم ذلك، وفيما يلي نموذج يقربنا من معاناته مع النقل الصحي. علاش كنطالبوا بهذا المركز الصحي؟ حيت عندنا بزاف ديال المشاكل ديال الصحة، أهم حاجة عندنا هو الإنسان اللي بغى يدق برا كنخسروا عليها 1000 ريال. كيفاش هاد 1000 ريال؟ خاصك تهبط في طاكسي، أنت واللي مريض كتهبطوا بجوج ب10 دراهم. وكترجعوا ب 10 درهم وكتدق بري ب 30 درهم، 100000 ريال. ما طالبين حنا والو، طالبين واحد 50 متر يديروا لنا فيها واحد الفرملي يدقوا لنا البره. وعندنا عاوتاني المشكل الثاني هو ديال سيارات الاسعاف. انا مش كنهضر، كنهضر بتجربه، عندي الاخ ديالي مريض. الا بغينا نديوه حتى المستشفى ديال بن ورش خاصنا نعيطوا للومبيلونس، الومبيلونس كدينا ب 1300 درهم. شحال كدينا هاد الومبيلونس هادي؟ كدينا ب 1300 وكترجعنا ب 1300. مؤخرا توصلنا مع هاد الجمعيه، والله يكثر الخير ديال الرئيس ديالها اللي وقف معنا باش خدينا سياره الاسعاف ديال الجامعه. سياره ديال الجامعه داتنا مره واحده، ملي داتنا مره دات الدري الاخ ديالي حتى المستشفى ديال بن ورشد وخلاتو تما كاين. من عيطنا للسائق ديال سياره الاسعاف قلنا لي علاش ما جيتيش معك السيد؟ قال لك انا غادي ندي ما نجيبوش. قلنا لي ماشي مشكل، اضطرينا وعاودنا عاوتاني جنا سياره الاسعاف بريفي جناها. الحصه الجايه خصو يرجع عاوتاني للمستشفى، ملي عاودنا عيطنا للمونوبيلونس قال لك انا ما عنديش الحق نديه. قلنا لي علاش؟ قال لك السيد ما ناعش. السيد كينوض يمشي، ولكن السيد راه ما كيقدرش يبرك، خصو ضروري يمشي ينعس. وحنا من هنا من خلال هذه القناه ديالكم كنطلبوا من المسؤولين باش يلتفتوا لينا، حيت حنا راه كنا في واحد الموقع اللي هو استراتيجي. خديتوا عندنا موقع ديال 1,020,000 ريال المتر بشحال بعتوه، وعطيتونا موقع هنا ما دايرش 300 درهم، البارطمان مخيره هنا ولا دايره 16 مليون، كاين مولا اللي خاسر عليه 50 مليون وباعها ب 16 مليون. وكنطالبوا من المسؤولين باش يديروا لنا واحد الالتفاته لا لينا حنا كشباب، لا للدراري الصغار اللي باقيين طالعين، لا للناس ديال المدرسه. راه بزاف ديال المشاكل كاينه هنا. وعندنا واحد المشكل ديال الطريق، ما عندناش حافلات نقل كثيره، حيتاش كي من القصر كنكونوا كنجيو فيها من 12 كيكون كيجيبوا لنا غير جوج الحافلات، ورغم ان راه كاينين عدد كثير ديال التلاميذ في هذا الحي ديالنا ما كيتواجدوا المؤسسات التعليميه. خاص غير على الاقل يكون عندنا غير اعداديه وثانويه، عندنا غير مدرسه واحده ابتدائيه، وكاينين شي مدرسات كيقراو الروض. خاصنا يكون عندنا على الاقل يكون عندنا مؤسسات ويكون عندنا حافلات نقل كثيره باش نقدروا نتنقلوا، ما يكونش عندنا ازدحام كثيرات. يا
يرى سعيد الطوسي وهو فاعل جمعوي أن مثل هذه الجزر العمرانية باتت فضاء للتخلص من النفايات الهامدة وفضاء تنتشر فيه السرقة. حسب هذا الأخير فطريق على الأقل تؤمن العبور من منطقة أهل الغلام في اتجاه العاصمة الاقتصادية غير موجودة بالأساس. التجزئة هي عبارة عن سكان ديال دوار السكويلة الذي تم ترحيلهم في إطار البرنامج الملكي لإعادة دور هيكلة دور الصفيح. هذا البرنامج جاء خصيصا لإعادة الهبة للمواطن المغربي الذي عاش في دور الصفيح سنوات، وحيث تذوقنا المعاناة والألم تم ترحيلنا إلى هذا المكان، إلا أننا نتفاجأ بواقع مر. هذا الواقع الذي تسبب في ارتفاع معدل البطالة. أولا نتكلم عن الشباب، هناك الشباب لم يلتحق بالجامعات نظرا لغياب المواصلات، هناك مجموعة من النساء تشتغل في المناطق الصناعية كعين سبع ومناطق أخرى لا بعدم توفر وسائل النقل، اليوم يمكثون في بيوتهم ينتظرون الفرج من عند الله، لأننا ما يمكنش لواحد السيدة تتقاضى 30,000 شهر أو 40,000 وغدا تركب في ترانسبور باش توصل لديك العمل اللي المبلغ المالي 50 درهم في النهار باش تمشي لعين السبع. ثانيا هناك فئة أخرى من المسنين، هذه الفئة المسنين اللي مصابين بأمراض عديدة اليوم أيضا يعانون داخل المنازل. هذه الفئة السبب ديالها غياب مستوصف، والمستوصف في هذه المنطقة ما كاينش. حتى الإسعاف ملي تتكلم مع الإسعاف تتقولك فين جات هذه البركة. هنا تنتسائل واش حنا ضمن الخريطة المغربية ولا خارجين؟ هذه مؤسسة تتصلوا بها لإنقاذ واحد المواطن مغربي تتقول لي فين جات البركة، ما كايناش الإسعاف. المسألة الثالثة وهي خطيرة جدا، نتكلم عن ثروة من الأطفال. هذه الثروة ديال الأطفال اللي تقدر بحوالي 1200 طفل الإحصائيات اللي عندنا اليوم. هناك من غادر المؤسسة التعليمية نظرا لغياب مؤسسة تعليمية منذ سنة 2016، واحد الكم هائل غادر المؤسسة التعليمية ولم يلتحق نظرا لغياب المؤسسة والبعد. هذا المشكل انتج عليه شنو؟ أننا عندنا 2% من هذا الشباب داخل السجون لأنهم انحرفوا، أصبحوا في المخدرات وهناك ممارس السرقة والعقوبات الجنائية صدرت في حقهم بناء على التهمة، إلا أن الواقع والأسباب والتراكمات الاجتماعية هي مسؤولين على مسؤولين آخرين، لأن ذاك الطيف من اللي خرج من المؤسسة ولقى راسه في هذا الخلا هذا اللي كما تشوفوا بهذه اللغة تعرض لانحراف، وما كاينش سونتر اللي غيتأهل فيه، ما كاين حتى شي مبادرة أو أن المبادرة ديال التنمية البشرية تابعة لعملة البرنوسي انكبت على هذا الحي لإعادة هيكلة الشباب تتواجدوا في الحبس وأنزلت العقوبة. المسألة الثالثة والخطيرة جدا هي اللي غنتكلموا عليها هي فك العزلة على هاد الناس. ملي تنتكلموا على أن معظم هاد الناس عاطلين وأصبحوا يمارسون تجارة حرة، بمعنى أننا الاقتصاد أننا تنتكلموا على الاقتصاد الداخلي، يعني مول الحانوت تيشري من عنده هاد السيد خضار دار حمار وكروسا، يعني شي تمعيشي. علاش؟ كما تلاحظ معنا بأن الطريق الرابطة بين جزيئة البركة والأحياء المجاورة منعدمة. احنا تسألنا فكان أننا بالمعاناة لأننا اللي رجعنا ل 2016 نتكلموا على أساس أن راه ما كاين لا ماء لا كهرباء لا وسائل النقل لا والو، وكنا احنا اليوم خلقنا مبادرة. هذه المبادرة تخلقت ما بين السكان ودار واحد الصندوق باننا تنجمعوا كل واحد على قد المستطاع ديالو باش نعاونوا بعضياتنا، لاننا تفرض علينا الواقع اذا المؤسسات غلقات الباب ديالها خصنا نتعاون باش نتعاونوا. فنتج عن ذلك اننا خرجات واحد الديناميه اللي نتجات على واحد الجمعيه سميتها جمعيه البركه اللي اسسوها الشباب كاملين، هما اليوم كلهم اعضاء ومنخرطين لهم توجهات وهم ايضا عندهم حتى الكلمه ديالهم باش نتراسلوا مع المؤسسات. فبعد مؤسس بعد اخذ ورد درت لنا واحد المحطة ديال الطاكسيات اللي أنا تنعتبر غير حل ترقيعي.
مثلا حنا اليوم تنعيشوا في متاهات، تنهضروا على طريق، تجي العمران تقول لك انا عندي لاكوزي دو ريسيبسيون، انا اخر عندي الموافقه. حنا اليوم دابا غادي في واحد الخمس سنوات تنطرافوا غير على دفتر التحملات ديال شركه العمران، عطونا غير دفتر التحملات الا كانت هناك شفافيه ومصداقيه. المشاكل اللي اليوم باش ما نعطيكمش، المهم حنا حطينا غير في الصوره المشكل الحالي اليوم اللي حنا تنتكلم عليه انا كشخص، وبان لي بانه غادي يفك عدد من المشاكل اللي تكلمت عليها، هي فك العزله على هاد الناس. فك العزله خاصها تكون عندنا طريق اللي تربطنا مع الاحياء المجاوره، كما تتشوف دابا في هذا المكان هذا هو مجرد واحد الخلاء اللي فيه جميع النفايات وفيه الاطربه وفيه حتى اليوم اصبح وكر للاجرام، بمعنى داك السيده اللي غادا مع 6 الصباح وغادا للعمل ديالها ممكن يتسناو 4 تكريسه ولا تغتصب. حنا تلتمسوا من داك المسؤول انه يحاول يتصنت لنا وانه يعطينا وعود على ارض الواقع وتكون ملموسه وتكون عنده واحد الجراه انه يجي ويعاين هادشي، لان الشكايات راه رسلنا، تقارير درناهم، اجتماع درناهم، المنابر الاعلاميه وقيله ديال الدار البيضاء كامله درناها على مستوى الوطني. سميت جزيئه البركه تتجبد في جميع المؤتمرات تنجبدها، لانني انا اليوم تنتساءل، حنا رعايا ديال جلاله الملك، مواطنين مغاربه، لنا ما علينا ولهم ما عليهم، نؤمن ان هناك ديمقراطيه ونعترف باش ما نعطيوش مغالطه الراي العام، وان الملكيه خط احمر وحنا مع جلاله الملك في اي شيء يمس القضيه ديالنا. ولكن داخليا راه عندنا مشكل مع المسؤولين، راه كاينين شي مسؤولين تاهما الله يسمح لهم تيديروا شي مغالطات بان هاد الناس راه باغيين الصداع. حنا راه تنطالبوا بالحوار، تنطالبوا بالحوار وتنطالبوا اطابل وتنطالبوا ان المسؤول اللي اليوم تكون عندنا ما يسمى بالتوجيه. مثلا رئيس الجماعه ما تنفرضوش عليه شي حاجه ماشي في الاختصاص ديالو، اللي في الاختصاص ديالك وبالامكان دار مجلس المدينه اللي عنده في الاختصاص ديالها ديرو. واحد الالاف ديال الهكتارات غتمشي في التعمير، وبدات كتمشي، مشات 200 في 300 في 400 في 500، كانوا بداو يبرو خاصيتنا، شويه دازو عطاهم داروا بلون دار مجموع اير بليس 3 اير بليس 4، وما كاينش حدائق، وما كاينش ترونسبور، وما كاينش مابقاوش ندوي على الدنيا التحتيه ما كايناش، هاد الناس راه غدا راه غادي يلقاو مشكل، واش مثلا تجزئه فيها 5000 شقه، راه كل واحد نديرو حنا اسره شينويه، اون فامي شينواز، فيها ثلاثه، مرا وراجل وولد، تضرب 5000 في ثلاثه، راه 15000، هادي تجزئه. إوا راه 15000 راه عدد كثير، دونك حنا كنتمناو هذاك 50 متر وما كافياش الأسرة المغربية يكبروها، وهذاك الثمن راه كطلع الدولة كتعاونهم ب 4 ملايين ونص 5، خصهم يرخصوا شوية على المواطن، وخاص ضروري يشتارطوا قبل ما يعطيو كاع الترخيص الأوتوريزاسيون كونستركسيون ولا دولوتيغ أوتوريزاسيون دولوتيسمون، يشتارطوا الضمانة بأنه خصو يبني هذوك البنيات وتكون خالية من الرهون، لأن هذيك كرامة المواطن. بقية الجماعة المحيطة بالعاصمة الاقتصادية على منوال هذه المناطق التي رصدنا هشاشة البنية التحتية داخلها تشهد عددا من الإشكاليات المرتبطة بالفضاءات الرئيسية. خبراء في مجال التعمير ورؤساء الجماعات يرون أن الحزم مع المنعشين العقاريين في مسألة المرافق الضرورية حل ناجع للتصدي لإشكاليات ضعف البنية التحتية داخل هذه الجزر العمرانية.